رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن بتلاقي مو كل الأوقات فينا نحكي عنه أو في تحفظ بشكل كتير كبير ضمن المجتمعات، هو التحرش. اليوم كان كتير عم نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لا الناس بلشت تحكي شوي، لكن مواقف تكون مختلفة. دائما بنقول في تحرش يمكن من خلال بيئة العمل، من خلال المدرسة، من خلال الجامعة. اليوم رح نخص الموضوع التحرش ضمن بيئة العمل، وهذا موضوع كتير مهم لأنه في كتير من الناس بتتعرض للعديد من المواقف وبتلتزم الصمت للحفاظ على عملها. أكيد نور، بيئات العمل بالعموم هي متعددة ومتنوعة. أكيد. وهذا التعدد والتنوع أيضا بيخلق معه حالة من تعدد وتنوع أساليب التحرش. الناس بس تسمع كلمة تحرش تعتقد أنه هو فقط التحرش الجنسي، ولكن التحرش مهم كتير كبير وأساليب متعددة ضمن العمل لحتى يكون عملنا بيئة آمنة ونقدر نلجأ له ونمارس هذا العمل ونكون مساهمين بتطوره بالنهاية، وبالنهاية تطور المجتمعات. كتير من المعايير الصعبة تحقيقها بهذا الوقت، لهيك كان لابد من الدخول هذا المجال الصعب وفتح الحديث عنه بشكل أوسع، وهذا الدور اللي أخذته جمعية إدارة الموارد البشرية عبر حملتها اللي أطلقتها لا للتحرش. رح نحكي عن تفاصيلها بشكل موسع مع ضيفنا الدكتور منير عباس وهو مدير الجمعية. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية مثل ما حكينا بالمقدمة، لما نقول تحرش دائما بيروح المفهوم للتحرش الجنسي للأسف، لكن مفهوم التحرش أوسع من هيك بكتير. وخلينا اليوم نحكي أو نعرف للناس أكثر التحرش ضمن بيئة العمل شو هو إذا بدنا نحكي عنه. تمام، أول شيء موضوع التحرش هو موضوع حساس جدا. بيئة العمل مثلا إذا كانت محافظة بتمنع الشخص أنه يحكي أنه تعرض لموضوع التحرش أو لا، هي كمان في ثقافة مجتمع. إذا بدنا نعرفه، هو عبارة عن أي فعل غير مرضي للطرف الآخر يشعر به الطرف الآخر بعدم الارتياح، وهذا عدم الارتياح إما أن يكون عدم ارتياح جسدي أو إما أن يكون ارتياح نفسي. فالتحرش لحنا عنا شقين له، اللي معروف عالميا كلاهما التحرش الجنسي، ولكن هناك عدة أنواع من التحرش، وهو قد يكون هذا التحرش لفظي، قد يكون هذا التحرش بصري، قد يكون سمعي، قد يكون حركات جسد، قد يكون بإيماءات معينة تشعر الطرف الآخر بعدم الارتياح. اللي لحنا خلانا نندفع لهذا المشروع، لحنا دائما ببالنا المشروع عم نعمل ممارسات ولكن جولة، ولكن إجا الوقت أنه نطلع لحنا على منبر ونقول لا للتحرش بشكل عام أمام المجتمع، ونشجع الأشخاص اللي هن عم يتركوا عملهم، اللي هن عم يتعرضوا لهذا النوع من الاستغلال خلال العمل تبعهم، أنه هن يرفعوا صوتهم لأنه صوت يكون مسموع. الأشياء اللي كتير فاجأتنا أنه احنا عم ندور حتى على قوانين عمل أنه تقدر تحمي الشخص اللي تم التحرش به أو حتى يشتكي، أو قنوات لحتى يقدر ياخد حقه، خجولة جدا قد تكون معدومة. يعني للأسف في مجتمع، وعملنا استطلاع واستبيان جاوب عليه أكثر من 321 من مختلف بيئات العمل في منطقة دمشق وعدة محافظات أخرى شاركت، ولكن التركيز كان بدمشق وريفها. وجدنا بأنه 56% من المجيبين قد تعرضوا للتحرش، و44% لسه ما عم يعرفوا يعرفوا للتحرش. وجدنا أنه التحرش عطيناهم عدة تعريف لأنه كيف بيعرفوا المجتمع الموجود. أكثرية المجيبين قالوا بأنه التحرش انحصر بعملية اللمس أو عملية الإيحاءات أو عملية أي نوع من الاقتراب، الإيماءات الجسدية، أو قد تكون بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص معينة تحمل بعض الطوابع أنه هي أشياء مخلة للأدب. فوجدنا أيضا أنه أقل أنواع من التحرش هو أنه يطلب رقم التليفون. فهي شغلة فاجأتنا كتير بالإحصائيات، أنه شو مفهوم مجتمعنا للتحرش. ولكن التحرش يشمل مجموعة كبيرة جدا من الأساليب لحتى نقدر نعرفه. شق منها هو اللمسي، ولكن عندك التحرشات التي تأتي تحت عنوان التنمر، هناك التحرشات العرقية اللي الواحد ممكن يتعامل مع الآخرين بدونية، قد يكون هناك نوع من التحرش أنه قد أضغط عليك بالعمل مقابل أن أحصل على تنازلات معينة، أو حتى أحصل على استقالة من عندك لأنه في حدا بذهني أنه يكون بديل لك. كل أنواع من أنواع التحرش. طيب دكتور، هذا الحكي أولا كتير مهم، وهذا نوع من الحراك المجتمعي اللي عم تقوموا فيه كجمعية مهم جدا بهذا الوقت، ولكن الرديف له يعني هل عم بنعرف أن أنتم بتشبكوا مع جهات حكومية؟ تمام. اليوم مثل ما قلت لحتى نقدر نعالج مشكلة لازم يكون في حدا عم يتلقف، لازم يكون في قانون. صح. في جهة معينة. من خلال دراستكم للوضع الموجود حاليا، هل في عنا شيء قانونيا بيساعد؟ هل عنا في منظمات معينة؟ هل في عنا
جهات حكوميه تعنى بهذا الموضوع ولا طبعا. لسه نحن هلا عم نقول معكم عم نفتح البوابه؟ نحن عم نفتح البوابه الحقيقه. في عندك الماده 66 والماده 95 من قانون العمل رقم 17 ل 2010. الماده 66 تبيح للعامل انه يترك عمله بدون اخطار اذا تعرض لاي شيء ينتهك كرامته. وايضا الماده 95 بتقول يجب ان يحافظ العمل على بيئه عمل تحفظ كرامه الموظف، فهذه المفاهيم واسعه جدا. صح. اما هل هناك ماده تحاكم او تتصرف او تتعامل مع اي شكوى بالتحرش؟ لا. نحن وجدنا بهذا الموضوع انه اول شيء بدنا نتخاطب مع المشرع لحتى نطلع قوانين تشريعيه، بدنا نتخاطب مع مدراء الموارد البشريه داخل المنظمات لحتى يعرفوا قنوات الشكوى، لانه اي اهم شيء بالتحرش حمايه الطرف المشتكي، لانه اكثريه الناس وجدت بانه ما بتشتكي على نوع التحرش حتى ما تخسر شغلها، لانه هي ليست اقوى من الشخص الذي تحرش بها، فهي هذا بده يعرضها لاحدى امرين، اما انه تواجه وتخسر عملها او انه تسكت وتستمر بعملها وترد ضل عم تتعرض لنوع التحرش، وهالشيء هذا عم بيشجع اشخاص عم بيقوموا بالتحرش انه يتمادوا اكثر لانه ليس هناك ايقاف لهم. المنظمات الدوليه حاليا ونحن كثير معتمدين على هذا الموضوع، مثلا بالشق الانساني والاغاثي اوجدت انه يعني الزمت كل منظمه تتعامل بعمل اغاثي انه دائما تخضع لمعايير خاصه بيسمونها preventing sexual exploitation and abuse، يعني منع الاستغلال والانتهاك الجنسي. لازم انه انت شخص عم يقدم المعونه ممنوع تستغلي الشخص الاخر اللي عم تتقدم له المعونه انك تستخدميها لاغراض شخصيه، من حق الشخص الاخر انه يحصل على المعونه بكرامته. هذا الشيء اللي احنا حنعتبره مثل منطلق له، ورح نمشي على هذا ونوسعه احنا بطريقه انه نطلع منه سياسات واجراءات لادارات الموارد البشريه داخل المنظمات سواء حكوميه سواء كانت قطاع خاص سواء كانت قطاع اهلي، انه ينظموا عمليه معالجة التحرش ابتداء من استلام الشكوى وحماية الشخص المشتكي انتهاء بمعالجة حقيقية، لأنه أكثرية الشكاوى والاستبيانات اللي عملناها بحكي مع أشخاص أنه اشتكينا ونحكت بين الشخصين حبية، طب هل زال السبب؟ يعني ما صارت، يعني كانت كلها عبارة عن تصرفات شخصية. حتى هلا نحن إدارات موارد بشرية عم برجع لكثير أشخاص تعود للشخص صاحب العمل أنه بيئة العمل عم تسمح بهذا النوع من الأعمال أنه ينباح ولا هذا النوع من الأعمال يجب أن يبتر. فهون ما عاد لحنا بدنا نروح على الشغلة اللي هي عشوائية أو هي تعود إلى أهواء شخصية، بدنا ننظمها ونقوننها بحيث أنه المشرع يطلع قانون يخالف عليها القانون ويعاقب الشخص المتحرش مهما كان أنواع التحرشات. حنبلش لحنا بالتحرش الجنسي منهم وهذا الأخطر، ولكن هناك أنواع من التحرش أخطر بكثير الحقيقة. صحيح. في مجتمعات أخرى أنك تخسري شغلك أو حدا ممكن المكيدة أو عملية خلينا نقول التهكم على الأشخاص، حتى عملية التنمر، حتى عملية تسميع كلام لذوي احتياجات خاصة، أو حتى عملية وصف شخص ببعض التصرفات ونعته بها أمام الآخرين، هي الصفات ما بيحبها الشخص، هذا كله أنواع من التحرش. ويمكن يعني هيدا الهدف الأساسي من الحملة اللي أطلقتوها، ومن نقول يمكن هدف كتير مهم اليوم لما هي أنه ممكن نوصل هي القوانين وتطبق على أرض الواقع ويكون في تنفيذ شرعي لإلها، شيء كتير مهم، لأنه يمكن الظروف الاقتصادية الصعبة وعشر سنوات من الحرب زادت من هي فينا نقول المشاكل، وفي كتير من الناس يمكن مضطرة تبقى في مكان عملها للحفاظ على لقمة العيش، عم تتعرض لكل يمكن فينا نقول أنواع الابتزاز. اليوم لنقول أنه أنتوا ضمن هي الحملة عملتوا استبيان لأكثر من 300 شخص، خلينا نحكي عن البنود الأساسية للاستبيان لأنه تختلف لما نقول استبيان يوزع على شرائح مختلفة من الناس، لنعرف أنه شو أكثر إشياء بيتعرضوا له خلال عمل لدينا نوصفه توصيف صحيح ودقيق لنقدر فعلا نعمل قانون على أساسه أنه يتطبق. تمام. الاستبيان أول شيء إحنا بدنا نوصل أنه هذا الشخص اللي عم يستجيب للاستبيان هل يفهم معنى التحرش وما هي العناوين التي يطلق عليها تحرش. سألنا عدة أسئلة، إحنا ماذا تسمي، هل تسمي التحرش هدول كل مثلا اللمس حطينا له واحدة من الخيارات، إرسال فيديوهات مسيئة للأدب، طلب التليفون خارج أوقات الدوام، إرسال إيميلات معينة، كانت يعني التصنيفات كانت أكثر تصنيفين لألون هن عبرية عملية اللمس وهي أيضا
الإيحاءات والإيماءات الجسدية، وأيضا إرسال الفيديوهات المسيئة للأدب. هدول كلياتهم كانوا تعتبر أكثر فئات للمستجيبين اللي قالوا أنه هي تندرج تحت عملية التحرش. رحنا على الأسئلة الثانية أيضا من خلال التصرفات اليومية اللي عم بيقوم فيها الشخص بعمله، سواء إذا كان ذكر توجه الاستبيان بطريقة أنه الشخص الأنثى، وإذا كان المستجيب هو أنثى توجه الطرف الآخر متحرج أنه ذكر. فعالجنا الموضوعين، الاثنين عم يجاوبوا على أسئلة بتحاكي بيئة العمل. وجدنا أيضا أنه تصوروا أنه ما في غير 11% من الشركات عندها فقط قنوات لحتى تعالج موضوعات التحرش، 11% فقط. اللي احنا في عندك اكثر من 54% زائد 33% تكاد لا توجد اي شيء يعالج عمليه التحرش ويحتفظ بها الشخص لنفسه. يعني قد في عندنا حالات اللي احنا تم التغطيه عليها لانه ما في لها قنوات للمعالجه نهائيا. الشيء الثاني اللي واجهنا فيها الاستبيان انه انت بدك تكون في بيئه عمل صحيه، وما هي تعريفك لبيئه العمل الصحيه؟ اذا لقيت حدا ممكن ياخذ بايدك، هل تشتكي ولا ما بتشتكي؟ فوجدنا نحن انه اكيد يعني كل الناس كانت بتشجع انه عمليه الشكوى انه تكون منظمه بحيث انه تقدر تحفظ حقوق الشخص بحيث انه ما يتعاقب داخل هذه المنظمه بسبب الشكوى، لانه غالبيه الاشخاص وجد بانه كلها بمستويات اداريه اعلى من مستويات اللي عم بتقوم بعملية التحرش. فهي كمان حقيقة كتير يعني مسيئة انه الادارات لازم تعيد هيكلت نفسها بحيث انه تكون هي قوانين عامة. احيانا احنا وقت من قانون بنشرع شيء معين ما بنقصد شخص معين، بنقصد التصرفات السيئة. فيمكن هلأ من خلال اطلاق الحملة اللي حنطلقها احنا هلأ عم نوعي الناس. اول شيء بدنا نزيد الوعي بانه هي التصرفات اللي عم تتعرض لها اسمها تحرش، ليست امور اعتياد. لانه في اشخاص بيفوتوا على بيئات عمل سيئة بيعتبروا انه هذا هو وضع العمل الصحي، يعني فو شيء احسن انه البيئات العمل هي. فبتحسي انه تعايشوا مع التحرش واعتبروه طبيعي، صحيح، ثقافة صحيح. منظمه فبينتقل فيه على منظمه اخرى صحيح. فهو حتى لو ما بيعرف شو يسميها، فنحن بدنا نزيد وعيه بهالموضوع. بدنا نفوت على الجامعات كمان، وبدنا نوعي الطلاب قبل ما يفوتوا على سوق العمل شو هي التصرفات اللي تعتبر تحرش، شو هي الاشياء اللي تعتبر خطوط حمراء يجب ان لا يتعدوها من خلال مقاعدهم الدراسيه اثناء هن الطلاب دخولا لسوق العمل تماما. هذا موضوع كثير مهم والحديث فيه ما رح يتوقف عند هون. اكيد رح نواكب معكم الحملة للتحرش، وبدنا نقول لكم كل الشكر لك دكتور وللجمعية وللأفكار اللي دائما عم تحاولوا توجدوها وتحاولوا يكون في لكم دور فعلا تنموي بمجتمعنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم ولمنبركم الرائع جدا، لأنه هذا الموضوع كثير لا يستهان به. بدي أتوجه من خلال منبركم بالشكر للمتطوعين اللي عم يشتغلوا معي بهذا المشروع. هن الأشخاص واجهوا هذا النوع من التحرشات وعم يشتغلوا فعلا من تجربة واقعية. فأنا مبسوط إنه في عنا متطوعين شباب عم يشتغلوا بمشروع عم بيحاكي حياتهم اليومية ببيئة العمل. وإن شاء الله بتوصلوا للهدف الأساسي، هو فعلا وجود قانون لحماية الأشخاص اللي تعرضوا للتحرش ضمن بيئة العمل ويطبق على أرض الواقع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، فقد بمشاركة الفعاليات الأهلية والشبابية والتربوية